مساء الخير. لا تستغربوا أن يعتذر بايدن لإيران عن قتل سليماني، ولا تستغربوا أن يقدم لها تعويضات معيدا بذلك سيرة أوباما الأولى، والذي بسذاجته جعل من إيران دولة متمردة ومعربدة في محيطها الذي أصبح يعيش تحت رحمة ميليشياتها. وبايدن بتراخيه وتواطئه وتنازلاته ومحاباته سيجعل منها دولة نووية، مفتتحا مرحلة جديدة يقودها بالاتفاق مع إيران تهدف لإنهاك المنطقة العربية وتقسيمها أكثر مما هي مقسمة واحتلال ما تبقى منها. تنازلات هذه الإدارة فقط التوقعات ومست بهيبة أمريكا ومكانتها بعد رسائل إيران التصعيدية التي توزعت على مختلف الجبهات، من الهجوم على قاعدة أربيل الأمريكية إلى مفاقمة الحوثيين لهجماتهم على السعودية الحليفة التاريخية لواشنطن، إلى الهجوم الذي حصل مؤخراً على السفارة الأمريكية في بغداد، واغتيال أحد أبرز المعارضين اللبنانيين لإيران وأذنابها في لبنان. ثم زادت من تفلتها من ضوابط الاتفاق النووي لجهة زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، ولجهة رفع درجات تخصيب اليورانيوم، ثم عمدت إلى تغيير مواقع المنشآت أو إخفائها، وفوق كل ذلك ردت بعنجهية ووقاحة على خطوات بايدن المتراخية والمتساهلة، مشترطة رفع العقوبات عنها بالكامل قبل العودة إلى الاتفاق النووي. وها هي اليوم توقف العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يجيز لمفتشي وكالة الطاقة الذرية الكشف المفاجئ على منشآت غير معلنة، معلنة أن أي تفتيش لمنشآتها سيكون وفق القانون الذي أقره البرلمان الإيراني. وعلى هذا الموقف الانهزامي الأمريكي، ما الذي كان ينتظره العالم غير التهديد الواضح والصريح من خامنئي الذي قالها بكل صراحة: لا أحد يستطيع منع إيران من امتلاك السلاح النووي. فماذا بعد تهديد المرشد الإيراني ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي؟ وهل ترضخ واشنطن لشروط وابتزاز طهران التي تقول إن الاتفاق القديم يجب أن يمزق؟ هل يرضخ الأمريكيون ويرفعون العقوبات عن طهران؟ ماذا عن دول المنطقة؟ وماذا عن موقف السعودية ومصر وإسرائيل التي أضر الاتفاق السابق بمصالحها مباشرة؟ وهل ستقف هذه الدول مكتوفة الأيدي إزاء تهديد مصالحها أو السماح لواشنطن بأن تقرر عنها ما يهدد أو يحمي أمنها القومي؟ حلقة جديدة من تفاصيل، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية من فلوريدا، ودكتور فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران، والدكتور عمر عبد الستار الخبير في العلاقات الدولية من اسطنبول، أهلا بكم ضيوفي في هذه الحلقة. أبدأ معك سيد أو أستاذ توم حرب، برأيك من يضغط من؟ هل إيران التي أوقفت منذ أيام أو يوم أمس العمل بالبروتوكول الإضافي المتعلق بالأسلحة النووية، أما الولايات المتحدة التي تهدد بعدم رفع العقوبات؟ يعني بالفعل بالواقع من الناحية الأمريكية لم نعرف بعد ما هي شروطها الأساسية، ولكن الذي نعرفه حتى اليوم بأنهم حاولوا أن يقيدوا دور الدول العربية، بما معناه قالوا بأننا سنعيد درس الصفقة التجارية للF-35 مع الإمارات، سندافع عن حقوق وسيادة السعودية، ولكن رفعنا العقوبات عن المنظمة الإرهابية، عن الحوثيين. فيحاولون أن يضعوا شروطا ضد الدول العربية، ربما الدول العربية تتجاوب معهم عندما تذهب إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي من جديد.
هل إدارة بايدن ستستكمل ما وصلت إليه من إدارة ترامب وتستعمل الذخيرة السياسية التي أعطاها إياها الرئيس ترامب؟ هذا الذي بالفعل لم نعرفه بعد، ولكن التلميحات التي نعرفها من هذه الإدارة ربما ستعود إلى ذلك الاتفاق مما كان عليه في عهد أوباما. ولكن إذا الدول العربية وبتحالفهم مع إسرائيل وضعوا ضغوطاً عالية ضد إدارة بايدن، الخيارات هنا في الولايات المتحدة وخاصة مع الكونغرس الجمهوري ستنصب إلى مصلحة الدول العربية وإسرائيل، وعدد كبير من النواب في مجلس الشيوخ والكونغرس من الديمقراطيين سيتحالفون مع الجمهوريين ويقفوا ضد إعادة النظر في الاتفاق النووي. ولكن يجب على الدول العربية التحرك سريعا وأن يكونوا موحدين وأن يرفعوا أصواتهم في الولايات المتحدة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. نعم، لكن برأيك وقف العمل بالبروتوكول الإضافي ألا يكفي لتحرك الولايات المتحدة تجاه إيران خاصة في هذه المرحلة وبعد إعلانها عن رغبتها بالعودة للاتفاق؟ يعني ما هو من وقت ما عمل الاتفاق حطت شروط إيران، ومنها أنه حيلا أي متى الطاقة الذرية ستذهب إلى إيران عليها أن تعطي إيران فترة 30 نهار. يعني نحن بنعرف بالمجال العسكري ما يحصل ب 30 نهار، وإذا إيران تحاول أن تخبئ شيئا باستطاعتها أن تخبئه. وكانت إدارة بايدن يقولون لنا بأن هذا الاتفاق سيعطي غيوب الشمس لبعد 10 سنين، يعني وإيران لا تستطيع وليس بإمكانها أي تخصيب أي جزء من الأورانيوم. ولكن عرفنا أنه طول هذه الفترة وحتى عندما انسحبت الولايات المتحدة وبقيوا الدول الأربعة الباقيين زائد واحد لم تلتزم إيران بما توافق معه مع الدول العربية مع الدول الأوروبية. فبنظرة ثانية بأن إيران استعملت الدول الغربية 5+1 لتكميل نفوذها وتخصيب الأورانيوم بدون الارتكاز لأي معاهدة مضتها مع هؤلاء الدول. نعم سيد دكتور سيد، برأيك لماذا قامت إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وأيضا قامت بإحالة الرئيس الإيراني روحاني إلى القضاء؟ أولا تحية طيبة لك وللمشاركين وللمشاهدين الكرام. ثانيا أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية هو حق مشروع، لأنه خلال الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في مجلس الأمن الدولي وخرجت منه الولايات المتحدة الأمريكية لا أحد التزم بالبنود الاتفاق ولا بالتعهدات الأوروبية التي أطلقتها للجمهورية الإسلامية للتمسك بالاتفاق النووي الإيراني بناء أيضا وتوصية من قبل روسيا. جاء الرد اليوم من قبل إيران بأنه إذا كان لا أحد يلتزم بهذا الاتفاق وبنوده والوعود من قبل أمريكا وأوروبا وكافة الأعضاء، فكمان إيران لها الحق بتخلف عن بعض الاتفاق النووي الإيراني، وهو يأتي في سياق التصعيد والضغط على هؤلاء للالتزام، إما الالتزام أو يعودون لمقولة قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الذي قال إذا أرادوا أن يمزقوا الاتفاق نحن سنحرقه. إيران تنطلق من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف، لديها أوراق قوة تلعب بها، وبفضل الشباب الإيراني والإمكانيات والقدرات الاقتصادية والعسكرية والمالية وعلى كافة الصعد استطاعت إيران أن تبني نفسها بنفسها وتجعل من نفسها قوة إقليمية بل دولية لها قيمة واعتبار، بحيث أنه لا يمكن اليوم لأي حل في المنطقة سوى من البوابة الإيرانية. وهذا ليس يعني استكبار من قبل إيران، وإنما هو بسبب
سبب جعلوا إيران، هم من جعلوا إيران هكذا، هم من دفعوا إيران لتصبح بهذه القوة، لأن إيران تعرضت لحرب 8 سنوات، تعرضت للكثير من الضغوطات، لحظر جائر دولي وأيضا حظر جائر أمريكي، واليوم الكل يخضع للجمهورية الإسلامية على كافة الصعد والاتجاهات. وما ترونه بأن أمريكا اليوم ترغب بعودها إلى الاتفاق النووي الإيراني، لكن إيران تفرض شروطا للعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني. بالنسبة لما جرى في الأمس بين الحكومة وبين البرلمان، هذا يدل أنه البرلمان يلعب ويراقب أداء الحكومة، وعندما تخطئ الحكومة يرسل وراءها للمحاكمة، وهذا حق مشروع للبرلمان، وهذا يظهر مستوى الديمقراطية ومستوى الأداء الموجود اليوم في إيران. لا أحد يستطيع أن يضغط على أحد. نعم، لكن ماذا عن تهديدات الخامنئي؟ هل استشار البرلمان قبل الإدلاء بها؟ نعم، ماذا عن تهديدات الخامنئي؟ هل استشار البرلمان قبل أن يدلي بهذه التصريحات؟ أي تهديدات؟ التي تحدث بها عن أن لا يمكن لأحد أن يوقف إيران من امتلاك السلاح النووي في الوقت الذي تحاول فيه إيران العودة إلى الاتفاق أو عودة واشنطن للاتفاق كي تضمن حقوق. أولا، هناك آلية ودستورية في إيران لتعطي للقائد خصوصية معينة، ولا يح... لا ي... لا ي... يعني يريد القائد أو لا يجب على القائد أن يعود للبرلمان لكون السلطة التي يمتلكها اليوم في إيران. ثانيا، عندما نتحدث نحن عن البرلمان، نحن نتحدث بأنه أرغم الحكومة على المحاسبة، لأنه وضع بخلال أو في ظل الإدارة الأمريكية السابقة الملف النووي الإيراني، هو يأتي في ظل الأمن القومي الإيراني، وهذا ما دفع بالبرلمان لتجديد الرقابة على أداء الحكومة. يعني اليوم التهديدات التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية في إيران هي تأتي في الإطار الدستوري وليس مخالفة للدستور. وثانيا، أنه قال أكثر من ذلك، قال انه من قال انه سنبقى ملتزمين بال 20% بالتخصيب، يمكن ان نرفع الى 60% حسب حاجيه الدوله وحسب الحاجيه التي تحتاجها ايران لتخصيب اليورانيوم في الجمهوريه الاسلاميه. واليوم كل هذه التصريحات تاتي في سياق التصعيد بسبب هؤلاء الذين الفرقاء المعنيين. نعم دكتور سيد، لو أمريكا اليوم نعم تفضل. يبدو هناك مشكلة في الاتصال. دكتور عبد الستار، أذهب إليك، ما رأيك بكلام ضيفي سواء من الولايات المتحدة أو حتى من إيران، خاصة بعد وقف إيران للبروتوكول الإضافي بشأن الاتفاق النووي وأيضا بتصريحات الخامنئي الأخيرة؟ هو الحقيقة يعني رفض البروتوكول الإضافي، طبعا إيران وافقت عليه بال 2004، كان أول بداية الخمسة زائد واحد كانت 3+1، يعني بريطانيا وألمانيا وفرنسا زائد إيران، في حين حاولوا أنه يحولون الملف النووي الإيراني السري العسكري إلى ملف نووي سلمي مدني، وفتحوا لهم مفاعل ووقعت إيران على البروتوكول اللي هو أصلا ب 97 أعلنته الوكالة الدولية للطاقة، لكن إيران خرجت عنه بال 2000 أعتقد و5 و6 من رجع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وصدرت 7 قرارات تحت البند السابع. بال 2013 و14 وعلى أبواب الاتفاق مالت 2015 رجعت إيران للبروتوكول الإضافي. الآن إيران خرجت من البروتوكول الإضافي، خرجت من البروتوكول، لم تنفذه. يعني إذا كان هناك خرجوا من 2004 ورجعوا بال 2014 طولوا 10 سنوات، اليوم ايش قد راح يحتاجون وقت على مود يرجعون؟ زين إذا كان النووي يحتاج 12 سنة 13 سنة على مود يوقع، شو ايش قد نحتاج احنا على مود نوقع لوزان جديد بملف إقليمي وملف صاروخي وملف نووي، وربما أيضا يضاف ملف حقوق الإنسان في الداخل الإيراني كما تطالب المنظمات الإيرانية المعارضة في هذا الموضوع. فأنا أعتقد الجواب على هذا الموضوع هو يجب أن نكتشف الجواب في السؤال على
ماذا يريد بايدن من هذه من هذه المبادرات، وماذا يريد خامنئي من هذه التهديدات؟ هل يريد بايدن، هل يطمع بايدن في التأثير على القرار الإيراني في من سيكون رئيسا يعني في حزيران القادم؟ هل يطمع بايدن برئيس إصلاحي وخامنئي يعني يشد الأمر على أن يأتي رئيس أصولي؟ إذا جاء رئيس أصولي وعندنا رئيس ديمقراطي، ربما يكون الرئيس الإيراني السادس يختلف عن الرؤساء، سواء كان روحاني مع أوباما أو كان نجاة مع بوش الابن. والحقيقة هذا هو الذي يعني بعد حزيران ربما نكتشف الإجابة على هذه التساؤلات. ربما إيران ترفع السقف عاليا اليوم إقليميا بأبها وأربيل وبغداد ونوويا ترفع السقف، ربما ترى بايدن ضعيفا في هذا الموضوع، وهي تستخدم تكتيك تفاوض استخدمته بال 2014 بمعادلة فوضى زائد تفاوض. سوت فوضى بالحوثي وداعش بال 2014 وجاد تفاوض بال 2015. هاي المعادلة دائما إيران تستخدمها يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أعتقد لكن الإشكال الذي يواجه إيران هو أنه أولا يعني موضوع العودة إلى النووي اللي كان موجود بال 2015 هذا ما وارد عند بايدن. بايدن يريد لوزان إقليمي جديد بسعودية بإسرائيل بصاروخ بإلى آخره، وهذا ترفضه إيران طبعا، ولذلك ترفع السقف لرفع العقوبات. رفع العقوبات غير وارد أيضا، وحتى لو خفف بعضها فإنها قد بنيت بطريقة من الصعب العودة من الصعب يعني رفعها. التفكير برفع العقوبات ربما نوع من الأحلام في هذه الفترة بالنسبة لإيران. فالحقيقة لكن احنا نبقى ما نعرف حقيقة، هل بايدن هو ضعيف إلى درجة كما تظن إيران وقد يكون تشمبرلين آخر يعني في المنطقة؟ هل يريد أن يدفع الأمور باتجاه دفعت أوروبا ثمنه بالحرب العالمية الثانية؟ لا أحد يستطيع أن يجيب في هذا الموضوع. وما الذي ستفعله إيران؟ حتى ذلك الوقت احنا حقيقة بانتظار تطورات هذا التصعيد الإيراني وهذا إيش خلينا نقول عليها المحفزات الأمريكية، وحتى حزيران وبعد حزيران ربما يتضح شيء من الصورة. نعم سيد حرب، برأيك لماذا تصمت الولايات المتحدة على الانتهاكات الإيرانية بالفترة الأخيرة؟ ما سبب هذا الصمت؟ يعني بدون شك لأن الولايات المتحدة لم ولا تأخذ أي موقف عسكري ضد التحركات الإيرانية، إن كان في المنطقة الخضراء في بغداد أما في إربيل أما في أي منطقة أخرى. وستستفز إيران، ستستفز الولايات المتحدة يعني تمهيديا لما تريده. ولكن الذي نتخوف نحن منه وطبعا العالم العربي يتخوف منه، عندما كانت المحادثات بأمجدها في ذلك الفترة بال 2013 و 14 قبل الاتفاق النووي، بدأت هنالك الفوضى تدب في الشرق الأوسط، وبدأت مجموعات تستغلها واستغلتها تحت تنظيم داعش الذي أرهق المنطقة كليا. اليوم نتخوف من أن هذه الأحداث وهؤلاء المجموعات ستعود بنشاطاتها في المنطقة خوفا من إيران النووية. ويجب وهنا يتحمل إدارة بايدن المسؤولية مع الدول الأوروبية، يتحملون مسؤولية أي فوضى في العالم العربي ستحدث إذا عادوا إلى الاتفاق النووي كما كانوا عليه بدون أي شروط. ولكن نتمنى على الرئيس بايدن بأن هنالك رصيد سياسي تركه له الرئيس ترامب وعليه أن يستعمله، وإذا استعمله بجدارة ذكية وبتنسيق مع الدول العربية وبإسرائيل من الممكن العودة إلى اتفاق نووي يلزم إيران بتفكيك أجندتها في المنطقة، إن كان الحوثيين الذين يهددون الخطر على المملكة العربية السعودية، وإن كان حزب الله في لبنان التي يملك القدرة العسكرية
على الحكم في لبنان في الوقت الحاضر، وكذلك التغييرات الديموغرافية التي تحصل في سوريا من قبل النظام الإيراني وأجندته، إن كانت متمثلة بحزب الله أما بغير، أما في الداخل العراقي من قبل الحشد الشعبي الذي يمثل تيارات وفصائل عديدة لمصلحة إيران. فإذا استطاع الرئيس بايدن أن يوقف هذه الأجندة بين إيران وهؤلاء المجموعات، واستطاع أن يضع حداً لتطوير الأسلحة البالستية، الصواريخ البالستية، وربما يمنع إيران من الوصول إلى القنبلة الذرية في نهاية المطاف، ربما ستعود إيران إلى حضن المجتمع الدولي، وأنا أتصور الجميع يقبل به. ولكن إذا لم يستعمل هذه المواصفات بايدن، ستكون النتيجة كارثية على العالم العربي وعلى المنطقة. نعم، أنت قلت بأن الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بشكل عام تتحمل المسؤولية مع بايدن، فوفق أي خطة ستسعى لإعادة الولايات المتحدة وبايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران؟ أنا أتصور بدون شك هنالك علاقة مع إدارة بايدن ومن أتى بهم إلى اليوم، إلى ست المسؤولية، إن كان وزير خارجية، مستشار الأمن القومي في الإدارة هنا، هم على علاقة مع مسؤولين في إيران، وعليهم وكذلك بعلاقة جيدة مع الأوروبيين، فما عليهم إلا أن يستمعوا إلى مطالب الدول العربية وإلى مطالب إسرائيل بنفس الوقت، لأن يعني الذي جمع بين الدول العربية وإسرائيل هو بالفعل الوضع مع إيران، وأن يستمعوا إلى هذه المجموعات وأن يأخذوا بالعبر ما حصل من 2012-13 بظهور فصائل انتمت بعد ذلك إلى داعش، وكيف التهب الشرق الأوسط من العراق إلى ليبيا وحتى تونس، فما علينا إلى العودة لهذه المواقف التي حصلت في السابق، وأن نعيد النظر فيها بكل الإلزاميات التي ينبغي علينا أن نستمع إلى هؤلاء المجموعات، ونعود إلى اتفاق يضمن سلامة الشرق الأوسط، لأن إذا لم نضمن سلامة الشرق الأوسط هنالك تيارات عديدة ستوقع الشك في هذه المرحلة، وسيكون مشاكل عديدة. ربما إدارة بايدن تتمنى الخير باتفاق نووي مع إيران، ولكن المشاكل في العالم العربي سيكون لها نتيجة سيئة لعقود وعقود ستأتي. نعم دكتور السيد، تحدثت عن تهديدات نتنياهو قبل قليل التي قال فيها بأنه لا يعلق آمالا على مسألة الاتفاق النووي، وأنه سيفعل ما يلزم لحماية الأمن القومي الإسرائيلي، فهل ستكون هنالك برأيك هجمات أو تتوقعون عملا إسرائيليا على إيران؟ يعني هذا التهديد يأتي في سياق التهويل الإعلامي وللتوظيف السياسي للضغط على إدارة بايدن من أجل عدم الاستمرار بموضوع الاتفاق النووي الإيراني أو العودة للاتفاق النووي الإيراني. وأصداء وما يطلقه نتنياهو في فلسطين المحتلة لا يعني الجمهورية الإسلامية، وتهديدات نتنياهو معلومة عند في إيران، ومعروف حجم نتنياهو في إيران، وهو لو كان يستطيع أن يقدم على ضرب إيران أو عدوان على إيران لكان فعلها من السنوات الماضية، لكن هو يدرك هذا الموضوع، خطورة هذا الموضوع، ويدرك تداعيات هذا الموضوع، ويدرك حجم الخسائر التي سيتعرض لها أو ستتعرض لها فلسطين المحتلة جراء هذا العدوان. ثالثا أنه عندما يطلق تهديدات نتنياهو وهو مش عم يقدر للصواريخ الموجودة في غزة، فكيف بده يجي يضرب إيران؟ هذا أمر غريب يعني، وهو ما له طعم إلا للتوظيف السياسي وللتهويل على الإدارة الأمريكية، وهذا لا يعني إيران يعني، لأنه بالواقع الاحتلال الإسرائيلي يعيش اليوم في مأزق ولا يدرك كيف ينهي هذه الأزمة الموجودة اليوم في المنطقة للحفاظ على الكيان الإسرائيلي ككيان غاصب لفلسطين المحتلة، وأيضا باعتراف من قبل الجنرالات بأن هناك عجز في الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأي مواجهة مع حزب الله في لبنان، لا يستطيع هذا الجيش
أن يردع المقاومة من الدخول إلى فلسطين المحتلة. يعني اليوم يعني هذا الأمر ليس له أي قيمة بإيران ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. نعم، نحن نشهد قصف شبه يومي للمواقع الإيرانية في سوريا، ويهدد أيضا نتنياهو بتصعيد هذا القصف. ما هي الخيارات الإيرانية مقابل ذلك؟ أولا، موضوع سوريا والعدوان الإسرائيلي المتواصل على سوريا هذا كلام آخر يختلف وليس له ربط بالملف النووي الإيراني. التصعيد في سوريا وبظل الحكومة السورية وما يزعم بأنه هو ضد المواقع إيرانية، إلى اليوم لا يزال هناك المستشارين إيرانيين موجودين في سوريا وبناء لطلب من الحكومة السورية. لكن ما يجري اليوم في سوريا هو أكبر بكثير من الضربات العسكرية الإسرائيلية، وإلى الآن كل ما يجري وفق الاتفاق العسكري ما بين إيران وما بين سوريا لا يمكن لنتنياهو لا جد نتنياهو أن يمنع هذا الشيء، وهو أكبر بكثير من هذه الضربات التي ليس لها أي قيمة على صعيد الواقع إن كان في سوريا وإن كان في إيران. والصواريخ التي اليوم وصلت إلى سوريا هي كفيلة بزوال الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين، وسيفعلون ذلك إن شاء الله، لكن المشروع لم ينتهي بعد، هناك مشروع عندما ينتهي سنجد نتنياهو في مزبلة التاريخ إن شاء الله. نعم، دكتور عبد الستار، هل ستقف، ماذا عن دول المنطقة؟ هل ستقف متفرجة ومكتوفة الأيدي أمام ما يحدث ما بين وتهديد لمصالحها في المنطقة؟ هو أنا أعتقد الاستراتيجية الأمريكية قائمة، ولذلك خطواتهم هي محفزات، لكن هو ما دي يقدم شيء بايدن لإيران، يعني دون رفع العقوبات لا شيء يمكن أن يعني لا زال إيرث ثرام مستمرة. الآن الاستراتيجية يبدو هو بناء إجماع داخلي أمريكي على طريقة التعامل مع إيران، واحد، بناء إجماع داخلي أطلسي خارجي أطلسي بين ضفتي الأطلسي، واليوم واضح التقارب الذي حصل في عهد بايدن بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الناتو نزل في العراق بعد قصف أربيل الأخير. فلذلك وأيضا فيما يخص الشرق الأوسط هناك بناء لتحالف إقليمي، إسرائيل في وسط هذا التحالف لمواجهة متطلبات مواجهة بايدن لإيران، هل سيعود أم لا يعود، وإلى أي شيء يعود في هذا الموضوع. أنا أعتقد الطرف العربي، لنقول المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر إلى غيرها، هؤلاء ينتظرون العودة إلى لوزان الإقليمي. لوزان الإقليمي يخصهم، يعني إذا بايدن راد يروح إلى نووي، ونووي بلا سعودية أو بلا إسرائيل، فإن بايدن كبر للآخر، يعني رئيس وزراء بريطانيا اللي وقع اتفاق ميونخ بال 38 مع أدولف هتلر مع بعض الدول الأوروبية وأدى إلى ما أدى إليه بعد ذلك. أنا لا أعتقد ذلك، لكن هذا خيار موجود الحقيقة في هذا الموضوع. الإشكال عند إيران أن إيران دولة غير طبيعية، والغريب هو أن إيران ربما تظن أن بايدن ضعيف فلذلك ترفع سقفها سواء كان إقليميا أو نوويا، لكن النقطة الأخرى الواردة أيضا أن رفع السقف هذا قد يكون مثل رفع سقف اللي وقت صدام حسين ويا الأمريكان، يرفعون السقف وكأن الأمور يعني ذهبت أدراج الرياح. نعم، لكن ما هي خيارات هذه الدول؟ ما الذي ستفعله دكتور لإيران إذا ما تم تصعيدها فعليا؟ الدول المنطقة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة إيران معضلة دولية وليست معضلة إقليمية فقط. الإشكال بين الولايات المتحدة وبين إيران هو أن إيران إذا ذهبت إلى تخصيف فوق 20% فإن الخيار العسكري موجود، مو فقط الخيار الدبلوماسي. ولذلك أنت شفت بايدن ذهب إلى وزارة الخارجية ثم ذهب إلى الـ إلى الـ إلى البنتاغون. البنتاغون موجود، الخارجية موجودة، وهم حلفاء تاريخيين، شأنهم شأن إسرائيل، شأنهم شأن الناتو في هذا المشهد. لكن الإشكال كيف يمكن أن تتصرف إيران، إلى أي مرحلة يمكن أن تذهب إيران، هذا هو الذي ربما سيتضح بعد حزيران القادم.
نعم سيد حرب، هنالك كثيرون يتساءلون هل سيفعلها بايدن؟ هل سيرفع العقوبات فعليا عن إيران؟ أنا أتصور بأنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا توصلوا إلى اتفاق، إذا اتفاق حسب ما هو الاتفاق. هلأ الثورة الإيرانية لها 40 سنة تنادي بدحر إسرائيل وتدمير إسرائيل ووضعها بالزبالة. لسوء الحظ الدول العربية اللي راحوا على الزبالة، لبنان اللي راح على الزبالة، سوريا اللي راح على الزبالة، مش بمعنى انه صار هن زبالة، بس ايران وصلتهم لدرجة الزبالة. افقر بلدان اليوم في العالم هو لبنان وسوريا واليمن. ليش؟ لانه من وراء سياسة ايران بالمنطقة. ايران حملت هي اصلا هي الدول التي تسيطر عليها ايران. طبعا هي الدول الاربعة التي تسيطر عليها ايران هي أنزع وأسوأ دول اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، والمجتمع العالمي تعب من هالبلدين ها وما بقى في يعمل معهم شيء. الدول العربية لا تساعد لكن لبنان. لكن سيد حرب، ألم يحصل ذلك بنتيجة تواطؤ سياسة أوباما والآن يكملها بايدن؟ صحيح، وهذا الخوف الكبير، وعلينا نحن كشعوب من المنطقة إن كان في الاختراب أما في الشرق الأوسط علينا أن نوحد جهودنا، وعلى الدول المعنية وعلى رأسها السعودية ومصر والقيادات العربية أن تعلي صوتها وتأتي إلى واشنطن وتضع ضغوطا على إدارة بايدن ليعود عن أي الاتفاق، إلا إذا كان الاتفاق النووي لمصلحة الدول العربية. القنبلة الذرية إذا حصلت عليها إيران لا تهدد إسرائيل، القنبلة الذرية تهدد كل كيان عربي في العالم العربي، وهذا هو خوفنا، لأنه لا نعرف المستقبل ماذا سيكون لنا للشعوب العربية. نعم دكتور السيد، ما الذي تريده إيران؟ جميل كلامه، يعني من أمريكا، يعني هذا باسمه بكاء على الأطلال والهروب من الحقيقة والواقع وإلقاء اللوم على إيران وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران، ويحمل إيران ما لا طاقة لها، لأن هي ذنبها الوحيد أنها دعمت الشعوب العربية والإسلامية من أجل تحريرها من الغطرسة والاستعلاء والهيمنة الأمريكية وأيضا الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. كان الأجدر على توم حارب أن يجيب سيرة الرؤوس النووية الموجودة بالاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل أكبر خطر على الأمة، وليس إيران التي لا تمتلك الصواريخ النووية التي اليوم والرؤوس النووية التي تهدد العالم والمنطقة بشكل خاص. يريد توم حارب أنه يروج للموضوع ليقول للعالم العربي والإسلامي أنه لا مناص لهم ولا خيار إلا بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وإسرائيل والوحش هو الجمهورية الإسلامية في إيران، فليذهبوا إلى إسرائيل وليروا الحمامة السلام، وفيما بعد سيتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وسيتبين أن هذا الكلام هو ذر لذر الرماد في العيون وللتغطية على الوحش الحقيقي والدفع به نحو الجمهورية الإسلامية. لكن اليوم هناك شرفاء في الأمة العربية والإسلامية سيرغمون الأمريكي في المنطقة بتراب المنطقة، وهناك شعار رفعه محور المقاومة والممانعة بإخراج الأمريكي من المنطقة، وكل من ينظر بأن أمريكا ستفعل شيء أفلت الجوائر الأمريكا من المنطقة، وهي اليوم بأضعف وهي مهزومة بكل ما للكلمة من معنى. ومحور المقاومة والممانعة، وسأقول لكم بصراحة، يكشف اليوم يعمل على استراتيجية إخراج الأمريكي من غرب آسيا بكل ما للكلمة من معنى. وكما استطاع الإمام الخميني أن يقلب الطاولة على رأس أمريكا في ذلك الزمان قبل 40 عام وينتج ثورة إسلامية شريفة عفيفة تواجه الاستكبار العالمي، اليوم محور المقاومة والممانعة سيتمكن من إخراج الأمريكي من المنطقة، ونقطة على سطر، اللي بيرضى يرضى والما بيرضى عمهله لا يرضى، لأن اليوم الشعوب العربية والإسلامية تعاني الأمرين من الوجود الأمريكي في المنطقة، وترامب قالها بكل صراحة ووقاحة. نعم. للعالم ألا تبدو متفائلا زيادة عن اللزوم دكتور فادي؟ بالعالم العربي
قال انه نحن وجودنا في المنطقه للموارد لسرقه الموارد ولسرقه النفط ونقطه على السطر، وتعامل باستحقار مع الدول العربيه ولا سيما دول مجلس التعاون عندما لقبهم بانهم كالبقره الحلوب عندما يجف حليبها تذبح. اين الكرامه والشرف والشهامه عند العالم العربي والاسلامي واللي بيقول انا حليف امريكا؟ حليف امريكا وهو بقره؟ كيف هذا المعنى؟ يجب ان نحترم انفسنا ويجب ان يكون عندنا كرامه وشرف وشهامه، لكن من ليس له شرف وكرامه سيبقى عند الاسرائيلي وسيبقى عند الامريكي. نعم. سيد حرب، كيف ترد على كلام الدكتور سيد؟ الشعارات الرنانة التي أطلقها من طهران والتي لنا نسمعها من سنة 79 بدون يحرروا القدس وشبر واحد ما دخلوا الأراضي الإسرائيلية، وهذا يعني صار عار على من يقول، يعني صار تقريبا أكثر من 3 أجيال مرق على الثورة الإسلامية كل ما قدروا حرروا المناطق العربية للمصلحة الإيرانية. بقى الشعب العربي اليوم وعي على الكارثة اللي أحدثته إيران، وكان بالأول كل اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي تعقد منذ السبعينات حتى اليوم، من حتى التسعينات كانت دائما القضية الفلسطينية هي رأس الحرب والمشاكل ضد إسرائيل، ولكن اليوم المشكلة الأساسية هي إيران وكيف يجب تحجيم إيران، وهذه المشكلة الأساسية. التراثات العربية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية انحلت واندحرت في عهد النظام الإيراني والوصاية الإيرانية، إن كانت على لبنان، إن كانت على اليمن، إن كانت على سوريا، إن كانت على إيران. خلصونا بقى، هالشعب يحب العيش لا يحب الموت، مهما كانت الشعارات الرنانة تأتي من إيران فهي سقطت في العالم العربي ويعتبرونها اليوم هي شعارات فقط. خلينا يردوها على إيران وتضل عندهم بإيران والعالم العربي بغنى عن الشعارات. نعم. دكتور عبد الستار، ما تعليقك على كلام ضيفي في هذا في هذه النقطة؟ والله أنا أعتقد إسرائيل التي قتلت فخري زادة وجلبت الملف النووي من داخل طهران بال 2018 وخربت نتنياهو قادرة على أن تفعل، وربما حتى اخترقت الحرس إذا لم يقل الجيش. هناك خرق أمني كبير في الداخل، وهذا رفع السقف قد يكون ضعف في الداخل الإيراني، والحقيقة ربما تكون إيران اليوم يعني خائفة من عودة بهلوي، مو فقط خائفة من عودة لوزان 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 إقليمية. كلام الضيف من إيران يتكلم مثل محمد سعيد الصحاف، الأمريكان دخلوا بغداد وهو يقول سحقناهم ومحقناهم إلى آخره. أنا أعتقد إيران، الإيرانيين عرفوا إيران حقيقتها، العراقيين عرفوا إيران حقيقتها من 17 سنة، السوريين عرفوا إيران، اللبنانيين عرفوا إيران، المنطقة كلها تعرف إيران. اليوم كان إيران عندها 200 صورة قبل، كل واحد يقول إيران شكل، اليوم الكل تقول أنه هذا الحرس الثوري الإيراني اللي هو نظام دولي آخر غير النظام الموجود، هذا لا يمكن أن يتفق ولا يمكن أن يلتزم باتفاق. وأنا أعتقد إذا حصل إحدى اثنتين داخل إيران فإن الحرس الثوري الإيراني ربما يستلم السلطة في الفترة القادمة، وحتى ذلك الوقت لكل حادث حديث. الوقائع شيء والعايشين بالخيال كضيفكم من طهران شيء آخر. نعم. برأيك دكتور، ما هو مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية وأيضا مستقبل الاتفاق ما بين الطرفين، الاتفاق النووي أقصد، خاصة مع عربدة إيران في المنطقة؟ سؤال لي؟ نعم. أنا أعتقد مصر في المنطقة وإيران توأمان جيوسياسيان، دول متوسطة القوة تخرج عن المنظومة الإقليمية في زمن ناصر، وإيران تخرج عن المنظومة الإقليمية في زمن خميني وخامنئي الحقيقة. لكن المجتمع الدولي لا يريد لإيران أن تذهب إلى المسار الذي ذهبت إليه سوريا والعراق، ولكن ربما تذهب إلى المسار الذي ذهبت إليه مصر، إسلام سياسي سني وإسلام سياسي شيعي. ولذلك أنا أعتقد لهذا ربما جاء بايدن وذهب ترامب، يعني ربما لإدارة عملية تغيير النظام من الداخل، وأنا أعتقد هذا شيء وارد في المرحلة القادمة. أما إذا كان بايدن يريد شيئا آخر، مثلا على سبيل المثال يريد أن يدفع بإيران إلى جنوب آسيا كلعبة أمم في حربه مع الروس ومع الصينيين، فهذا أيضا وارد باعتبار إيران في قلب قوس الأزمات بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا. لكن هذا ربما سيتضح كثيرا
خلال فترة ما بعد حزيران القادم، وكيف سيكون التعامل الإيراني مع هاي الطروحات اللي هي بها إجماع غربي، إجماع شرق أوسطي، وصل إلى الإجماع الأمريكي. الدكتور عمر عبد الستار، الخبير في العلاقات الدولية من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا إلى ضيفي توم حرب، مديرة تحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية من فلوريدا، والدكتور فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.